صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. ومن إذاعة صوت العرب عيشها ببساطة، برنامج بيتكرر أسبوعيا علشان حضراتكم تعيشوها ببساطة، ومع ضيوفنا بنحاول نسهل الدنيا ونقول المعلومات اللي تخلينا عايشين بصحة وسعادة وهدوء بس ببساطة. معانا ومعاكم دكتورة نجلاء منسي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة ودبلوم المعهد القومي للتغذية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا على طول بقول السمنة بس أنت من النهاردة أخليها السمنة، معرفش إيه السبب. طيب، إحنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن ماهية التغذية العلاجية، وإنها أحيانا الأكل بيبقى علاج ووقاية من حدوث المرض، ولما يجي المرض بتمنع المضاعفات. هقول حضرتك ليه، لأن أي حاجة إحنا بناكلها هي اللي بتأثر في تكوين جسمنا، يعني what you eat what you get. يعني سيمبل جدا، الأنظمة الغذائية اللي أنت بتمشي عليها أو ما يحتويه النظام الغذائي بتاعك في الفطار والغدا والعشاء هو اللي بيؤثر في تكوين جسمك. لأن في حاجة مهمة جدا اسمها daily requirements، احتياجات يومية، يعني احتياجات اليومية للجسم من المعادن والفيتامينات. محتاج ضروري جدا إن أنا يعني أخلي جسمي يدخل في تكوين النظام الغذائي اليومي بتاعي المعادن والفيتامينات اللي بيحتاجها جسمي، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والفاتس والبروتين. الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. yes. ده مهم جدا كمعلومة، بس احنا عايزين تقول انها في شائعات كتيرة عايزين نصححها، وده فعلا مطلوب. حقيقي. ايه الشائعات اللي انت عايزة تصححها لان بتسمعها كتير قوي؟ شائعات كتيرة، مثلا بعض المنتجات اللي انا بجد يعني عايزة احذر ذات الشباب، يعني استنتجت من كلامي مشروبات الطاقة. طبعا انا اصلا الكلام كده كان رايح ناحية الحتة دي، انا عارف طالما الشباب لانها منتشرة يعني للأسف الشباب ما عندوش فكر واعي في استخدام مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة للأسف الشباب بيستهلكوها بشكل يومي جدا، يعني بكمية uncontrol. ايه مشكلتها دي؟ يعني هو مشروبات الطاقة ما بتفوق وفيها حاجات منبهة ظريفة بالنسبة لهم؟ يعني انا معاك، لكن هي فيها مشكلة كبيرة جدا، فيها نسبة كافيين عالية جدا، ممكن تأثر على ضربات القلب. كام تقريبا فنجان او تعادل كام؟ تعادل ما لا يقل، يعني المشروب الواحد يعادل بما يتعادل ككافيين حوالي 3 فناجيل قهوة. دي خبر كتير. فنسبة الكافيين فيها مرة واحدة تزود ضربات القلب ويجيب مشاكل، تعمل زيادة في ضربات القلب، وممكن الشباب بيستهلكوها بطريقة يعني ممكن 2 أو 3 في اليوم. ده رقم كبير جدا جدا. ده كده 12 فنجان يعني. يس بالظبط كده. في حاجة تانية اعتقد في مشروبات الطاقة وحشة، السكريات قد ايه تقريبا؟ السكر هي فيها طبعا سكريات، بس مش هو يعني السكريات المشكلة الأساسية، او نسبة السكريات فيها مش هي اللي انا بخاف منها، يعني مقارنة المشروبات الغازية. تمام. لا طبعا يعني هي أقل طبعا بكتير. أنا أسمع إنها حوالي 12 معلقة تقريبا، أو يعني بيعادل 12 جرام سكر تقريبا. يعني مش هو ده المشكلة يعني الكبيرة. أنا الكافيين هو الأهم. يعني أنا بحب هايلايت المشكلة الكبيرة اللي فيها هي كنسبة كافيين عالية، والحاجات بقى الإضافات اللي موجودة جواها بتأثر على حاجات كتيرة أهمها القلب زي ما حضرتك قلت. yes. والمخ. yes. أكيد طبعا طبعا. ده طبعا. معلومة مهمة طبعا. المعلومة التانية أو الشائعة، السمن النباتي. السمن النباتي للأسف بيوت مصرية كتير بالزبط. بتستخدم السمن النباتي على أساس إن هو يعني سمن صحي ورخيص، وعشان رخيص للأسف هي الدهون النباتية ضارة جدا جدا بصحة القلب والشرايين طبعا، وبتترسب بتعلي نسبة الكوليسترول في الدم، بتأثر أعتقد على مشاكل القلب والقلب للعيان المصري. فجأة يخش يعمل أساطر، أو فجأة تحصل له مشكلة في القلب بسبب طبعا الاستخدام الخاطئ للسمن النباتي. طبعا، لانه طبعا على فكره
بيقال كمان حتة إضافة النكهة ديت أو الطعم بتاع السمنة الفلاحي ده عبارة عن روح السمنة، يعني نشتريها من عطار أساسا، فهي حاجة أقصد يعني تعتبر مضرة هي كمان هي الروح دي مضرة نفسها. جدا، لان طبعا يعني من الخبرة مع العيان المصري هما بيعملوا زي ميكس كده ما بين السمنة النباتي وزيت الذرة، الإنسان النباتي وبرده اللي هي عبارة عن زيت بيضربوه أو بيحولوه لحاجة صلبة هو بيهدرجوه زي ما يعني بيقولوا. هو مهدرج بالظبط، ولكن هما الاتنين غلط. يعني اولا زيت الذرة يستخدم على البارد دي لا مهمة أوي. يستخدم على الساخن. احنا في ان شاء الله في حلقة من الحلقات يا دكتور انا لازم هكلم حضرتك عن انواع الزيوت المختلفة وكيفية استخدامها سواء كان على الساخن او كان على البارد، لان بعض الزيوت عندما يتم تسخينها بتتحول الى مركبات هيدروجينية مسرطنة. زي ايه سريعا كده يعني؟ سريعا زي زيت الذرة، زيت زيت الذرة ده يس ناس كتير زيت بيطبخوا بيه، ما للأسف هو ناس مش عارفة نقلي بيه ولا ما نقليش ولا بيه؟ نقلي بيه ولا نستخدمه على الساخن، عباد هنستخدمه الشمس على ممكن البارد. يتقلي بيه اللي هو عباد زيت الشمس القلية زي ما يس بيقولوا، بالظبط انما كده الزيت الذرة يستخدم بيتحط على البارد، على على البارد مع الجبنة البيضة ممكن مع الفول، لكن على ما الساخن نسخنوش. ما يتسخنش. زيت الزيتون. زيت الزيتون فيه فوائد عالية جدا جدا، ولكن زيت الزيتون بيفقد الفوائد المتعددة عندما يتم تسخينه، لكن ما بيتحولش إلى مركبات ضارة بجسم زي الإنسان زيت الذرة. زي زيت الذرة. تمام. طيب زيت الحار. الزيت الحار رائع، يعني من أهم الزيوت اللي إحنا للأسف كان أجدادنا بيستخدموها بكثرة، لأن كان هو فيه فوائد متعددة. ما هو الزيت الحار؟ زيت الحار هو زيت بذر الكتان، يتم عصر بذر الكتان وبيطلع منه الزيت الحار. قد إيه فيه فوائد متعددة، يحتوي على الأوميجا 3. الأوميجا الله 3 فعلا، مهمة جدا ده كده لعلاج ناس كتير اللي بيقفوا الكوليسترول. على عربيات الفول دول صحتهم حلوة بقى يعني. يس بالظبط، مع استخدام الزيت الحار مع الفول طبعا ده يعني وجبة متكاملة فعلا. في طب جميل، الفطار، دي ونطلع بكرة وجبة الصبح ان شاء الله اجيب زيت حار، طبعا بس هو طعمه مر شوية بس بس هنستحمل. مفيد والله، يعني طبعا من طبعا الحاجات المفيدة جدا جدا حلو. اللي بتفيد صحة الإنسان. طب يعني زيت السمسم وزيت الجرجير، وفي زيوت كده غريبة بنشوفها دلوقتي. والله ليها فوائد، ولكن هو السمسم من البذور المهمة جدا، لأن نسبة الكالسيوم في السمسم عالية عالية جدا، جدا. صح. فاحنا يعني بس كلهم يضافوا على الأكل مش يتسخنش، الوحيد اللي ممكن يتسخن يس هو الزيت عباد الشمس زيت عباد الشمس ده اللي بيتقلي بيه. بالظبط. تمام. وطبعا يعني انا لا انصح بيه، ان احنا يعني موضوع القلي ده يا جماعه لازم نقلله على قد ما يا نقدر، ريت يا ريت. علشان المشاكل اللي بيخش فيها يعني مش صح. موضوع القلي ده ممكن استخدمه مره في الاسبوع لكن مش مش يوميا. يوميا. بتنجان على بطاطس، على كل بالظبط يوم بنعمل حاجات زي بالظبط، كده، نعمل الحاجات او نية في نية النية في كده، نية الحاجات طبعا. البسيطة كده هو بس بيسخن نفسه وبيبقى هقول لحضرتك، في ناس بتبقى عايزة تحس بالتيست بتاع المقلي، زبدة. فاحنا مش الزبدة عايزين، اخبارها ايه؟ لا طيب الزبدة طبعا مش هينفع ان انا اقلي في الزبدة. مش هنقلي، بس قصدي نضيفها عشان تدي طعم اخف اكيد من السمنة انا ممكن النباتي. ادي بقى، يعني الدراسات اخيرا اثبتت ان كل ما هو حيواني بيقدر الجسم يتعامل معاه. يا زي ايه؟ سلام. يس بالظبط، يعني السمنة البلدي العادية دي السمنة بتاعتنا البلدي بتاعتنا هي اللي غالية هي طبعا بس يعني. الجاموسي اللي هي بتاعت اجدادنا الجميلة ديت، دي من افيد يعني انواع السمن اللي انا ممكن استخدمها حلو قوي. في عملية الطبخ. والزبدة ولكن الفلاحي برضو. والزبدة الفلاحي بتاعتنا طبعا دي من احسن الدهون اللي انا ممكن استخدمها، ولكن الكمية هنا يا جماعة ايوه. ناخد بالنا منها، يعني ناخد بالنا من الكمية المستخدمة. نستخدم ايه؟ نستخدم معلقة الشاي، معلقة الشاي الصغيرة اللي هي بما تعادل 2.5 جرام، دي ان انا ممكن ان انا استخدمها في عملية الطهي. انا بضحك لان بيعملوا بالكبشة اساسا كده، بالكبشة ويحط على لا طول. طبعا الكمية يعني تعتبر كمية كبيرة، مش صح ان انا تبقى السمنة يعني بهذا الكم. طب معلش، هو معلقة شاي لكل طبق ولا لكل وجبة ولا للحلة كلها؟ لا يعني نحاول للكمية كلها نحاول ان احنا نقلل على قد ما نقدر، تمام. لان احنا برضو عندنا ممكن ناخد الدهون من
بعض مصادر مصادر اخرى للدهون ممكن ان انا استفاد منها، مش بس السمن اللي انا بستخدمها في عملية الطبخ، زي البذور المختلفة، تمام، زي بذور بذور الكتان مثلا. ممكن ان انا بستخدم برضو النتس، المكسرات. المكسرات مفيدة زيت جدا اللوز جدا. والحاجات ديت مثلا، اللوز يعني بذات نفسه مفيد جدا جدا. طبعا، ايه، لان هو لان في دهون نباتية ظريفة وطعمها حلو وهو مفيد للجسم طبعا. تمام. جدا، وبرضو في نسبة كالسيوم عالية جدا في اللوز. شكرا جزيلا دكتورة نجلاء منسي، اخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة ودبلوم المعهد القومي للتغذية. شكرا جزيلا. شكرا لك. لحضرتك، اتشرفت بيك، وان شاء الله في حلقات مفيدة ان شاء الله للمستمعين. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.